دقي معايا مدام منى، اول حاجه بقى ايه المكونات بتاعتك؟ المكونات بتاعتي لحمه مفرومه، ايوه، هي بتبقى فيها شويه يعني 30% دهون، اوكي، 70% عادي، ثلاث بصلات متوسطين، نص راس ثوم، جوزة الطيب واحده، ايوه، وزبده، ايوه، ودي موتزاريلا، ايوه، ودي قشطه عشان بندهن بين الرقات، ايوه، وده فلفل، وده ملح، ودي شوربة هنشوفها دلوقتي هنحط عليها ايه، وده زيت عشان هنحط زبدة على زيت واحنا بنشوح اللحمة. يلا وحضرتك بقى بتعملي حاجات هقعد ارغي معاكي. طيب ماشي، قولي لي فكرة ميمس كيتشن جت منين؟ انت بقى عندك انستجرام؟ عندي انستجرام اسمه ميمس كيتشن. ميمس كيتشن ده جه لان انا بحب الطبخ من زمان، ايوه، جدا، فقلت بقى اترجمها ان انا افيد الناس بس، فقلت اعمل ايه، اعمل صفحه على الانستجرام ونظبط الدنيا يعني، واي حد يسالني في اي حاجه لان انا بعرف يعني، فحبيت اعملها وافيد الناس، ده غرضها الاساسي يعني. طب وقولي لي ايه اكتر الاسئله اللي بتتسالك على ميمي سكيتشن؟ ميمي سكيتشن ام اي ام اي ولا ام اي ام اي؟ ام اي ام اي ابوستروف اس. اوكي، حطيت فصين مشتكه. حضرتك بقى لابسه شيك ولابسه الكمام الواسعه حاجات حلوه قوي. الله، ايه اكتر الاسئله اللي بتتسالك على الـ على الانستغرام؟ ازاي اعمل المحشي وازاي اعمل الممبار، ولما بعرفهم انا الحاجات وكده جوزي انبسط خالص، انت مش متخيله هو سعادته بقت عامله ازاي، ده طاير، ده مش عارفه ايه، ده من اول مره عملتها. يعني انت سبب في السعاده الزوجيه عشان ببقى البنات. سعيده قوي قوي ان انا يعني بفيدهم يعني. طب قولي لي، البنات دلوقتي بتعرف تطبخ ولا لا؟ لا لا. طب وانت كنت وقتهم بصراحه كده يا مدام منى كنت بتعرفي تطبخي؟ بطبخ طبعا جدا، من وانا صغيره جدا كنت بطبخ. كنت بتعملي ايه يعني وانت ابتديتي وانت عندك كام سنه؟ انا مثلا 10 سنين يا مدام منى. والله 10 سنين كنت بتطبخ؟ 10 سنين، وكنت بقوم بحاجات مع والدتي يعني، وترجع مثلا تبقى طالبه حاجات تيجي تلاقيها معموله. لا زي ايه بقى؟ لا ما انا لازم اعرف علشان احنا مظلومين اصلا. عايزه بشاميل، اي حاجه يعني، اي حاجه بعرف اعملها. لان انا عندك 10 سنين كنت بتعرف تعملي ايه؟ كنت بتعرف تعملي محشي مثلا؟ اسمعوا يا جماعه، صدقني بعرف، صدقني بعرف، لان احنا مظلومين. احنا دلوقتي البنات، دلوقتي البنات صعبه قوي. ده انا ما بستضيف حد اقول لها تعملي ايه تقول لي انا هعمل سندوتش تونه عندك في الشارع. سندوتش تونه؟ وتبقى قاعده ايه بتقلب فيه بقى لها 10 دقايق والله العظيم. سندوتش تونه اهو، مدام منى عبد الرحمن كانت بتعمل محشي ورق عنب وهي عندها 10 سنين، ويجوا يقولوا لنا احنا مفتريين. انا عايزك تبقي براحتك خالص على فكره انت يعني. خالص انا ده انا مبسوطه قوي انك معايا. الله يخليك، وانا كمان جدا. طب وقولي لي، اكيد بقى يعني اكيد ولادك مبسوطين بيكي قوي جدا وتخنانين وحاجه فظيعه. تخنانين وكده، هو اوحش حاجه في الاكل. بس حضرتك بتعملي ايه؟ بس هم اتجوزوا بقى خلاص بقى طبعا، بس بقى ايه يعني. طب وولادك بناتك اتعلموا انت معاكي؟ اشرحي لي كده. بنتين انا عندي، بنتين اسمهم ايه؟ يمنى وندى. يمنى وايه؟ وندى. يمنى وندى. وعندي حفيدين. وعندي حفيدين، ها، يونس وحلا. يونس وايه؟ وحلا. يونس وحلا. ربنا يا رب يحميهم، يا رب ويجعلهم ذريه صالحه ان شاء الله. الله يخليك. طب قولي لي عملتي ايه؟ انا دلوقتي عملت اول طبقه، حطيت نزل اولا الشوربه، حطيت لها زبده، حطيت لها ملح، حطيت لها فلفل، وهحط لها جوزة الطيب. تعلموا يا بنات، تعلموا مدام منى. جوزة الطيب كده، وحطيت زبده ونزلت اول رقاقه فيها. طيب نعمل ايه بقى؟ هندهن زبده. زبده قصدي قشطه. قشطه. انت بتحبي الاكل الدسم بقى. الحاجات الصح بقى يعني. تمام، الحاجات الصح. قلت لها اكل دسم قالت لي الحاجات الصح، يبقى الاكل لازم يبقى دسم. بس مش في كل الاحيان انا بعرف اعمل حاجات صحيه وبتبقى لذيذه جدا، مش بتبقى بايخه للي بياكلها. أوكي. يعني بيبقى مبسوط، مش انا باكل مثلا شوربه مشروم مثلا ومن غير كريمه وحاجات زي كده ومش ظريف. طيب انا احشي بدي بستنى دي ولا احشي باللي جاهز؟ لا زي ما انت عايزه. طيب نحشي باللي جاهز. خلاص احنا كده خلصنا دي كده. احنا عشان نقول للناس حطينا لحمه مفرومه، حطينا زيت، حطينا الاول زيت وزبده، وبعدين نزلنا بفصين مستكه. تمام، اما ساحوا ابتدينا نحط اللحمه، شوحناها لغايه ما غيرت لونها. ايوه. وبعدين بعد فتره شويه صغيره كده من التشويح نزلنا بالبصل والثوم.
تمام، وجوزة الطيب، وجوزة الطيب والفلفل الاسود والملح. كده انا فردت كده اهو. ايوه هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ايه؟ دي احلى حاجه دي. امسك المنديل وانا هنزل. ممكن بدل الرقاق نعمله بالجلاش؟ ليه لا؟ ينفع. اصل المطبخ ده زي المعمل بالظبط، انت تقدر تعمل فيه كل حاجه. بحب قوي الجبنه، مع ان هي بتبقى دسمه قوي بس بحبها قوي، بتبقى ظريفه. انا بس ما رضيتش اعمل بارميزان عشان ما تبقاش الدنيا بقى ما يبقاش خلاص بقى كترت قوي كده، يعني هتبقى كتير. تمام. طب وايه هو حضرتك حطيتي الشوربه وعليها ايه؟ معلش. زبده. ايوه. وشويه جوزه الطيب، شويه ملح، شويه فلفل، وقلبته بس خلاص. بس كده، هي دي بقى عدد الرقات. وحضرتك حطيتي قشطه بينهم. هتحطي في الفرن بقى. ايوه على الوش اهو، علشان خاطر تدي لون حلو. بس خلاص هي كده تمام، هتبقى فظيعه. طب هاتي، ما احنا اصل احنا عندنا الجاهز. ايوه مدام منى بتعمل بذمه قوي على فكره يعني. والجاهز ده طبعا احنا عارفين مين اللي هياخده يا مدام منى. مين؟ انا. ايوه هيتحط على الفرن. انت طلعتي على طول ما استنيتنيش. لا خلاص، لا خلاص والله انا اقدر. تعالي تعالي يا مدام منى، تعالي علشان تقفي جنب الجريء. دي جريمه اكل. المهم هتتحط في الفرن قد ايه؟ انت تتابعها لغايه ما تحمر. لا لحد مش محتاجه كده، لان في فرنك غير فرني غير فرن ده، اي ماشي. فرن يعني. تمام. الله الله الله، ده انا ولا كاني هاكل فطير. استني بس انا هدوق. عايزين نقطعه بقى، نقطعه بحاجه. انا طبعا حضرتك دي كويس حضرتك. اتفضلي. شايفين يا جماعه شكل الطبق عامل ازاي؟ انا حاسس ان انا واقف مع مامتي في المطبخ. ربي حبيب قلبي. ده ليه انا؟ والله لا دوق وقول بقى. ده احطها دي؟ طبعا غمس تغميسه. الايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انا بحط فيه؟ لبنه. دي عباره عن ايه؟ عباره عن، ممكن نعملها بالزبادي، نجيب الزبادي ون 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 ايه بقى؟ خلاص مش معاكي دلوقتي. ونحطه على مصفه وينزل حاجته قبلها بيوم. ممكن نشتريها جاهزه، ولما بتبقى جاهزه بنحط عليها زيت زيتون نص يعني معلقه. يعني حضرتك متخيله يا مدام منى مثلا ان انا سمعت انت بتقولي ايه دلوقتي؟ طب لا خلاص سيبيني بقى خلاص. لا لا مش من احلى الحاجات اللي اكلتها في شارع النهار، تحفه، رقاق باللحمه المفرومه والقشطه والقشطه والجبنه الموتزاريلا والبصل وحاجات كتيره جدا.